اي ضرر نفسي وخجل ضرر لربما خدمي مالي في كثير من الامور، انه انت عندك انسان مريض توصله الصعوبات اللي ما يوصل في وقتها كلها، اضافه الى الضرر مثل ما تفضلت النفسي اللي الانسان يوصل في موضوع المفروض يوصله لربما بربع ساعه يطول الى ساعه او اكثر احيانا وقت طويل، هذا معناه يعني ياثر على ادائه وعلى نفسيته وعلى سلوكه. هذا معناه عندنا يجب ان ناخذ قرارات سريعه وبادر مجلس الوزراء باعطاء حزمه من الاموال تكفي لتغطيه يعني اعلن عنها اكثر من 16 مشروع. جسرين لاول مره من الثمانينات، انه صار جسرين يعبر نهر دجله، واحد باتجاه من جامعه بغداد باتجاه البنك المركزي الجديد يعبر نهر دجله الى جزيره ام الخنازير وصولا الى تقاطع ساحة النسور. أيضا أكو مشروع آخر من ساحة النسور إلى جسر مطب طريق يعني مجسر آخر فوقي حيكون ليخدم هذه المنطقة اللي بها الزحامات كثيرة. صعوبة العمل بهذه الأماكن طبعا هذه المناطق صعبة جدا فيها ويحتاج لها حصير، يعني خصوصا في مثلا الشارع اللي مقابل مستشفى اليرموك وقريب ساحة النسور، هاي منطقة بها خلينا نقول كثافة مرورية عالية وحيسبب نوع من الازدحام يحتاج إلى صبر، ولكن وراها إن شاء الله فرش كبير يصير. الجسر الآخر من منطقة الزعفرانية يعبر من